تكون انطلاقة إن شاء الله، تكون انطلاقة. اليوم كنا يعني كانت عندنا الإرادة والعزيمة اللازمة اللي وضعوها اللاعبين في أسبوع التدريبات باه نرجعوا بالثلاث نقاط، لأنه من بعد احنا نستقبل مباريتين. دونك كنا حابين الانطلاقة تكون اليوم. الحمد لله التوفيق من عند ربي سبحانه بفضل مجهودات اللاعبين، مجهودات كل العاملين على راحة الفريق، راحة المجموعة، رغم بعض العراقل، لكن اللاعبين اليوم أدوا أداء حسن، طبقوا التعليمات، وكانت عندنا ثاني الفعالية الهجومية اللي ما كانتش نظن في الثلاث مباريات الأولى تاع البطولة.